السلام عليكم، لكم من وطني. نتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في هذا الفيديو، هذا الخفيف، معلومة سريعة غادي نديها معاك. وكنشكر محسن اللي عطاني الاقتراح ديال هذا الفيديو، هذا نهضر على المعلومة هذه. المهم، كل الطرق تؤدي إلى روما. منين جا هذا المثال هذا وشنو هو الأصل ديالو؟ عصر الدولة الرومانية، قبل ما تولي روما هي العاصمة ديال الإمبراطورية الرومانية، كانت بغات تبني دولة قوية وتكون هي اللي كترأس الزعامة ديالها. ومن هنا بدات كتحتل داك البلدان المجاوره ديالها اللي كانوا 19 بلده، بدات كتحتلهم وتتغزوهم وحده بوحده. وملي سالات الاحتلال ديال الدوله الدول كاملين ولات تحت السيطره ديالها، ولات كتلقى مشكل في الطريق باش تدوز ليهم، حيت كانوا الجبال والتلال وكانت الطريق صعيبه بزاف. وهنا نارت الدوله بدات كتصايب داك الطرقان من روما لداك البلدان، صايبات الطرقان كاملين 19 طريق. وملي سالات ولا الاخر ديال داك الطريق تديك لروما، اي بلده صايبات الطريق ديالها الاخر ديال داك الطريق تيوصلك لروما. ومن هنا جات المقولة ديال كل الطرق تؤدي إلى روما، دي بالمناسبة كانوا 19 طريق تديك لروما. كنتمنى تكون الفكرة وصلت والمعلومة تكون وصلت وتكون عرفتوا من الأصل ديال كل الطرق تؤدي إلى روما منين جات. ديروا داكشي اللي خصو يدار، تهلاو في راسكم.